أحب شيء إلى قلبك يعني قريب منك، القصيد ولا القلطة؟ وهذا المعول الهدام للشعر، لأنه ما يدخل بالشعر ولا لا لقافية ترتبط. هجينيات شلون بديت فيها؟ لا 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 لا، هذه صفقة جديدة، وأحيانا صفقة هالحين مثلا بالحجاز لهم صفقة. في ناس يسمون القلطة أنها المسرح الارتجالي، توافق على التسمية هذه؟ لأني مشتاق، ما أهابها، أتمنى، لأني بتألم، باخذ نعم. بقتبس منهم. يسمونك المشاكس أنت؟ لو يطقوني بعصا راضي. ما شاء الله شيبت يعني محمد، ما شيبت أنت توك ما شاء الله. والله طويل، لا ما هو شيء بتر. صراحة أنا جيتك محمل بكثير من الأسئلة، يعني قبل لا نسوي اللقاء كل واحد يجيني يقول تكفى أسئلة السؤال هذا، وتكفى، وكل واحد يبي له قصيدة ويبي سامرية. نرحب فيكم ونقول لكم أهلا وسهلا وحياكم الله. ضيفنا وشاعرنا اليوم هو الشاعر الكبير المعروف الشاعر أحمد الناصر، واللقاء هذا يجرى مع أحمد الناصر الشايع لأول مرة. حياك الله يا أبو محمد. حياك الله يا أبو محمد. احنا جيناك من تلفزيون الكويت والشباب جايبين كاميراتهم معاهم وجينا حتى نلتقي معاك هنا. أهلا وسهلا ولنا الشرف. ونسألك عن الشعر والمحاورات. والله تفضل، الموجود أعطيكم إياه. انت طال عمرك قبل كانوا يغنون قصايدك، منهم من شالها هجيني، ومنهم من كانوا يشيلونها بالسامري والقصايد المعروفه، الى ان وصلت بالتالي غناها يمكن تقريبا في بدايه الاسطوانات سلامة عبد الله. وغنى اللي يقول هل دمعي على خدي نهار الوداع، يوم قالوا فمان الله جاني بلاي، التفت والتحضني بالعيون الوساع، لا اقدر المشي قدامي ولا ارجع ورا. نبدأ معك في الشعر. تفضل. أنت بديت في الشعر في البداية القصيد ولا في القلطة؟ بديت لا والله أول القصيدة الخفيفة الهجيني والهجيني. الهجينيات. نعم ثم في القلطة. الهجينيات شلون بديت فيها يعني؟ اشتياق لها، عشقتها، عشق اشتياق. ليش إيش معنى الهجيني؟ مو المسحوب؟ لأن أخف شيء على المبتدي. إيه نعم. في البداية. خفيف الهجيني عليه. سلس. نعم. ويجي معه بسهولة. أما الطرق الثانية لا تصعب عليه. تصعب على الشاعر. على الشاعر نعم. حتى يمارس شوي ويعرف له. أنا سمعت أن بدايتك في المحاورة كانت بالصدفة، أنك كنت يوم من الأيام في أحد المدن في شمال السعودية، وأنك جيت وبديت فجأة. نعم. وأنا صغير هكا الحين لا. لكن شيء ما ينذكر الحين الصغير المبتدي. أي نعم. ما يذكر لكن هي البداية. أحب شيء إلى قلبك يعني القريب منك، القصيد ولا القلطة؟ والله يا طويل العمر كل شيء بوقته زين. نعم. القصيدة لها معنى ولها موجب ولها حالي ودافع. مينة. في مينة. وقتها والمراد القلطة دي بعد كذلك له وقت. يعني نقدر نقول الغزل خليته ورحت للقلطة؟ لا ما خليت رأي ولا خليها بعد. ما خليت الغزل. لا غزل نخليه. ما شاء الله. طال عمرك أنت بداياتك لك ألحان مميزة، ومعروف عنك أنك متخصص في هالألحان هذه الطوال والقصار، وهي صعبة خاصة عند الناس الشعراء ومن يعرفها وأول يعني اللي يسمعوها منك. فأي أصعب عندك بداياتك ألحانك في القلطة ولا ألحانك اللي لحنتها للقصيد الغزل؟ لا في القلطة أول ما اخترت الألحان الصعبة هي في القلطة، وبعدين بديت الألحان، وبعدين عاد بديت بالقصائد هذه، لأن الألحان الصعبة شوي تصير صادة عن الناس، ما أي نعم. ما وطوها ولا طرقوها ولا جواها. أي نعم. وهواية عندي. كنا نغني لك في الكويت خاصة الفرق الشعبية يغنوا لك البارحة يوم العباد رقود. أي نعم. النوم ما يطري على بالي، وهذه دائما مشهورة من القصايد المشهورة، حتى أنا مسجل بعضهن يعين وين اللي من الناس تغلينا. الله. غنوها عندنا فريسني. أي رقصة فريسنية وشيلونها. يوم جيت للكويت. نعم. في بداياتك في بداية شبابك وجيت وأول مرة تزور الكويت. الله. شلون لقيت الجو الشعر قبل؟ لقيت الجو من أحسن جو لقيته، والشعر لقيت احتلي بشعراء قمة، يعني أقول استفدت منهم. نعم.
اللي هو قبل الله يرحمه الأستاذ أستاذ الشعراء مرشد البذالي. نعم. لعبت معه ولعبت معه ولده عبد الله وسالم بن تويمة الدواي ومفرح الهرشاني. نعم. هذول أخذت معهم اللي وقته والدنيا ما قضى والدنيا من هالحين اللي وياهم متقابلين. الله ما شاء الله. وين كنتوا ترتقون قبل؟ والله شلون كانت الأمسيات تصير عندكم؟ الأمسيات الناس هكا الحين قليل أشغالهم بس يحبون الأنس ويحبون الاجتماع ويحبون نعم الطرب والترقيب. ترتقون على القلطة ولا سامري؟ على القلطة كلها على القلطة. زين ما دام انك ذكرت لنا قبل الشعراء اللي قبل صقر صافي انت ما تقيت والله معنا. ما شفته حتى بعيني ما شفته ولا ادري شلون شكله ما تقيت ابدا ولا سليمان بن شريم ولا سليمان بن شريم الا شفته بظهر الولي رايح البريده الشاعر هذا قالوا هذا سليمان بن شريم. زين ابو محمد الشيلات اللي قبل يوم جيت للكويت يا ليت على اساس انه في اللقاء هذا نوثقها والشيلات وشلون كانت الشيله شيله القلطه اللي قبل الطواريق شلون كانت؟ وانا هكا الحين ماني بالشاعر اللي تبي لما اول جيت الى الكويت. شاعر توي قال الشاعر مبتدي. اي نعم. لكن اللي شفت لي شاعر اعجبني شوي وشد حيلي خلاني اشق الشعر زياده اللي هو مرشد. اي نعم. نعم. لعبت انا وياه ولعبت انا وولده. تذكر بيت بيتين طاروق انت وياه؟ والله اني ما اذكر سنين طويلة والله إني ما أذكر يا حمود. ما تذكر من ال. لا والله لكن مع الجماعة يعرفون والله يعلموني فيها أنا جبل الكويت ولا. زين الشيلة شلون لحنها كان؟ طاروق شلون كنتوا تشيلونه؟ أي شيلة شلت واجد. مثلاً الشيلات اللي شلتها أنتوا مرشد. أو شلتها مع مفرح الهرشاني. شيلات عادية حمود والله ما أذكرها مش شيلات الله عليه. وهو يمكن هم اللي يبتدون اللي بعدنا هم اللي يبدون يطلبون اي نعم هو اللي يسمون. زين ابو محمد طبعا القلطه هي عباره عن صفين وشعره اي نعم هل تغيرت القلطه اللي قبل هل عن هالحين شنو اللي اختلف فيها اختلفت واجد مو شوي اي نعم اختلفت حتى الشعر اختلف واختلف فيها دخلوا بشيء شيء ما هو من الشاعر. اي نعم. دخل فيه اللي يسمون هذا الموال. اي الموال. هذا بريء من الشعر والشعر بريء منه. نعم. وهذا المعول الهدام للشعر. لأنه ما يدخل بالشعر ولا لا لقافية ترتبط ولا فيها إلا ما أقف كل واحد يرجع عليه، الشاعر ذا والشاعر ذا، ما فيه جديد. اي نعم. كل واحد الله الوالي ولا غيره هو اللي يقول هالشاعر ذا ويقول هالشاعر الثاني. نعم. ما فيه جديد. اي نعم. ثم ذاك يقول أرها وذاك يقول آني. وين يجي معه ما يجي أنا أعتقد أنهم قبل يسمونه في الحجاز المجالسي هو نفسه ولا تغير شبه المجالسي شبه المجالسي إنام لأن المجالسي قافية ما هو تبتي يبت المجالسي على والله الوالي ولا غيره ولي نعم لازم يقول يجيب بيت ثاني لكن ما هو يبت على كذا ثم يروح له لازم له قافية يرتكز عليه أي نعم زين الحين هذا الموال نعم قبل تقول لي هذا اختلف دخل الموال على القلطة نعم زين قبل القلطة وشنو؟ القلطة ما كانت؟ ما فيها موال ما فيها موال شيلات عادية وكان أول القلطة على بيت واحد الشعر اي نعم الشعر يجبون بعدين صار على بيتين بعدين على بيتين يكون أوسع وأملى معنى يجي معك المعنى ويصير مشوا عليه إلى الآن ويعطي الشاعر راحة إنه يقدر يعطي الشاعر راحة ويعطيه مجال وسيع للشاعر. زين الصفقة اللي نشوفها الآن في المحاورة هي من مثل المحاورة قبل نفس الصفقة؟ لا 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 هذه صفقة جديدة وأحيانا صفقة هالحين مثلا بالحجاز لهم صفقة وهي أحسن صفقة يصفقونها. صفقة الحجاز مع صفقة الحجاز وناقزة أهل الحجاز اللي قاموا ينقلون كلهم تقول بساتر تقول بلوف. ما شاء الله ما يتغير منها شيء عندنا احنا صفقاتنا طبعا عزيز المشاهد البسات اللي هي البلاكات السياره لما الواحد الميكانيك راح يشوفها راح يشوفها يعني تناسق مع بعض فعندنا احنا صفقات كل واحد له صفقه اللي يصفقون صفقه نعم ما هي مثل غيرها يعني يصفون اثنين يصفون ويشيلون الشيله بدون صفقه مين لا لا لازم صفقه بس تختلف عن صفقات انا بالقلطه اللي بالكويت ها كانت صفين ايوه صفين بس فيها صفقة قبل اليوم كان عندنا من الكويت الشيء القديم الله الله فيها صفقة فيها الصفقة فيها صفقة
حين في العاصفة وحين تماسكون في اليدين وتمايلون شوي كذا حتى يعطون المحاورة. هاي أمها الآن في الوقت الأخير لازم صفقة بالكويت ولا غير الكويت القلطة، ما في قلطة هلا بصف. وشنو كان موقفك أول مرة تقوم في المحاورة في بين الشعراء؟ موقفي كأني لا يجيني النزم لأني مشتاق، ما أهابها أتمنى لأني بتعلم باخذ أبقتبس منهم. لو يطقوني بعصا راضي. اي نعم. لأني أحب أنجح أحب أطلع. تذكر أول بيت قلته بالمحاورة؟ لا والله يا أحمد ما أذكر. ما تذكر؟ ولا والله أول بيت. طيب محمد أنت لما توقف بالصف تجيب شيلات والله ما شاء الله معطيك مساحة من الصوت إنك تشيل الشيلات ومعروف عنك النفس الطويل بالشيلة. كيف والله كان ما هو بهالحين. لا الحين ما شاء الله الشباب يعني. إن شاء الله. لكن المساحة هذه تعتقد أنها راح تحرج الشاعر لما تجي بين الصفوف؟ الصفوف أهم شيء. والله شاعر عن شاعر ما هو كل شاعر. خلنا قبل أن يجي الشاعر نقول الصفوف نفسها. نعم. تشيل الشيلة هذه اللي تبدأها؟ أحيانا يشيلون وناس ما يشيلون، اللي متمرنين على الشيلات يشيلون. واللي متمرنين. إذا جيت في نجد. إيه. هذا في نجد. نعم. طلعت للإحجاز وجبت شيلاتك أنت اللي تشيلها. ما يشيلونها؟ ممكن ما يعرفون اللي ما يعرفون الناس. ما يعرفون ما لكنهم يشيلون. زين القلطة هذه كم عمرها تعتقد أنت يعني يوم طلعت كانت قديمة توها جديدة شنو تاريخها عندك فكرة عن تاريخها؟ والله ما لا تاريخ لكن أكيد إنها قديمة اللي نسمع من أجيال فنية راحت ونسمع لهم محاورات. نعم قديمة لأنهم يتفاهمون فيها ويتقاضون فيها من بعضهم والمديون للمداني يناقش عنها ويطلب فيها وللثار يطلب في ثاره كله بالمحاورات. يعني كانوا في ناس بس معنى معنى مبطن. أيوة. في يستخدمون فيها. أيوة. الرمز واللغز. أيوة. يسمون القبو ها. أيوة. اللغز والرمزي. أيوة. اللغز والرمز في ناس يسمون القلطة انها المسرح الارتجالي. توافق على التسمية هذه انها مسرح ارتجالي مؤلفه على طول يجي هي ارتجالي. نعم هي ارتجالي ما فيها شك انها ارتجالي. يقولون فيها بيع ومشترى أخذ وعطى. أكيد إذا ما هو بيع ومشترى فلا لها ثمرة ولا لها قيمة. إذا ما هو بيع ومشترى وسؤال وجواب ما لها قيمة. طال عمرك القلطة كان الشيخ أحمد الجابر رحمة الله عليه والملك عبد العزيز والملك سعود الله يرحمهم الشيخ صباح السالم كان مشهور أنه له محاورات بعد في المحاورة. أنت طال عمرك من عصرت من الأمراء والملوك والرؤساء اللي كانوا يحبون القلطة وكانوا يلتقون أو وين يا ليت تعطينا فكرة حتى نبين لإخواننا الجيل هذا شلون كانت محاوراتنا وتاريخنا في المحاورة. أنا أول محاورة شفتها عند أمراء أو ملوك وهذا أول مرة أشوفها جانا أحمد الجابر هكا الحين ومعه جعيلان الدغباس. أي نعم. وقال طلب من عبد العزيز أنهم يعملوا محاورة. نعم. فقال الملك عبد العزيز لسعود سعود ولي عهدك الحين. نعم. قال يا سعود اجمع شعاركم هذول وجيبوا سووا لهم محاورة. اي نعم. فاجمعونا وسوينا كلنا هالشعر هذا وجابوا عبد الله البحر الله يرحمه ويرحمه كلهم احد شعراء القلطة المعروف. اي نعم. وجابوا كانهم شوي اخطا على جعلان. انا قمت وقلت هذا ضيف ورجال أكبر من كسن ورجال لحق ومعزبه موجود بعد أمير دولة الكويت وولي العهد فوق ما يعجبك. المهم إنه سأل علي قلت له جعلان استريح خله لي أنا وأقوم أنا يسمونك المشاكس أنت على فكرة. وأقوم أنا البحر وراح خلص الطرق هذاك. ما تذكر شنو الطرق؟ والله ما أذكرها ولا يذكر بعد أنا يعني ويا حتى في اغاني الغشمره. أيه. هذه القلطه يقولون فيها عاد ضرب تحت الحزام وفيها المراوغه. أيه. والكلام اللي أيه. يعني. والله ما نخلص منها. هذه اول مره عند الملك سعود. نعم. وعند الملك فيصل بس انا ما حضرت ولا يسوي محاورات فيصل ويرد فيصل يسوي الويحان والويحان بس انا والله ما حضرتهم. نعم كان الملك فيصل رحمه الله عليه شاعر قلطه معروف يعني. أيه. من الشعراء المعروفين ولهم محاورات. عند الملك خالد نلعب دايم كل ليله. نعم. وعند محمد بن عبد العزيز. أيه. نعم. وعند عهد الأمراء التالي اللي ناشيين هذول كلهم يسوي. ما تحفظ طال عمرك من محاورات الملك فيصل؟ لا والله يعني أنا ما عمري حضرته.
زين كان المكفيسر رحمه الله عليه يتحاور مع اكثر شيء مع عبد الله الويحان. مع عبد الله الويحان كانت محاوراته اكثر. نعم. من مع الشاعر عبد الله الويحان. هو خوي له مع دايو. نعم. معروف حتى بالقصيد وهذا ولا ما شاء الله بعد الامير خالد الفيصل وعبد الله الفيصل كلهم. وكان الشيخ احمد الجابر يجون في الرياض، كان اللقاء في الرياض على اساس المحاوره. لا جايين للملك عبد العزيز. لا يعني ابيك الجو يوم كنتوا طبعا ما فيه لا ميكروفونات لا تسجيل. لا ما في حتى ما في. شلون جوكم تشرح لنا حتى نشوف شلون كنتوا حتى تحاور. ما فيه كهرباء ما فيه لمبه هنا شريك. نعم شريك والهون. وين كانت المحاوره هذه اللي كانت؟ بالمربع. بالمربع صفوف وظلام. ايه صفوف واجد. لا تاريك تاريك. اي نعم. اي والله بس ما تحفظ من المحاورات. لا والله ما هي بتحفظ المحاورات من اي نعم. طيب الجامعه كنتوا تلتقون بالجامعه كانت ليليه المحاورات؟ ست ليال الجامعه. ست ليال ست. كلها محاورات. كلها محاورات. ان دائما شيلاتك تختلف، شنو اطول الالحان اللي بديته في المحاوره يا ابو محمد؟ ما هو بالجامعه، ما الجامعه ما مو شرط بالجامعه، لا بالمحاوره في القلطه. والله هو طوال فيها لكن انت في شيء بس انا ما اذكر احد عاد انها بذكر لك شيء ما حد رد عليه ما ذكرت. اي هذا على اساس ان نعرف اللحن اللي بديته. بس انت تبي الالحان العشره الشيلات العشره بس الشيلات العسرة على اساس احنا نحفظها بكره نرد عليك فيها. طيب خير ان شاء الله. سلام الله سلام يوصل الشاعر حدود السحاب. الله الله. وإلى وصل السحاب وصار بين السماء والقاع طاح. الله الله. وإلى طاح متواسي قلت حيا الله اللي ما يهاب. وش اللي طيرك وانت دمي ما معك ريش وجناح. هذا نوع. هذا نوع من النوع. هذا نوع. هذا نوع من أصعب الطواريق. من أصعب شوين الحين نبي نروح للطواريق القصيد. طيب قصيد الغزل وأنا أدري أنك ترتاح للغزل يا أبو محمد. يا حمامة غريبة غناها سلامة عبد الله. ايه تذكرها؟ كل صوت انت جيبه. يا حمامة غريبة كل صوت انت جيبه سمعها تصيبة حسبة الله حمامة. اي نعم. شلون شلتها؟ خل لحن اللي غناه سلامة. اللحن اللي غناه سلامة هو نفس سيلتك ولا غير؟ لا غير سلامة. سلامة يغنيها على عود وطاع. على عود. انت شلون جبتها بصوتك؟ شلون كنت تغنيها يوم كنت مثلا في بر او في أنا بغني لك من كل قاف بيت واحد بيتين. نعم هذا اللي نبي. أيوة. أي نعم. يا حمامة غريبة كل صوت تجيبه من سماعة تصيبه حسبت الله حمامة. هذا الشيء. زين طال عمرك فيه بيت لك اللي يقول سلام يا الوادي اللي تدني ذلك العام مخلوق. اللي تدني ذلك العام مخلوق وهذه بعد ايضا من الاشياء المشهوره لك ودائما يغنونها في السمر بس يجرونها جره وكلهم يغنونها بنفس الصوت اللي تشيله. يا ليت تبيننا او نسمعها بصوتك انت وشيلتك لها. طيب. سلام يا الوادي اللي كالعام مخلوق ما ادري من اي النحايا راح من ديره لديره لكن اللي اجيت مدها وقفت وصابني عود
يحتار عند قدم رجلي ويقف عن مسيره. الله 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 الله، دائما هذه نشيلها ونغنيها وكل واحد يركب عليها عاد القصيده اللي يبي. هذه من القصايد، من قصايدك المشهوره يا ابو محمد، لكم من الشيلات اللي يعني دائما نرد عليها. انا برايي، انا ترى برايي، انا ما اقول برايي، انا اقول الشاعر ما هو بالنفس، الشاعر للناس. اما قالوا شاعر ولا قالوا خبر نعم ابدا نعم، انا هذا والله برايي انا. والله يا ابو محمد احنا يعني من كثر ما لك جمهور واللي قال لاول مره يعني نجري معاك وتلفزيون الكويت، صراحه انا جيتك محمل بكثير من الاسئله. يعني قبل لا نسوي اللقاء كل واحد يجيني يقول تكفى اسال السؤال هذا وتكفى، وكل واحد يبي له قصيده ويبي سامريه. والله يا لكن نبي نرتاح شوي طال عمرك ونسمع ونقول لاخوان المشاهدين في اغنيه دائما نرددها ويغنونها ويغنونها بالتلفزيون، وهي يقول الله اكبر يا حمام من صلاه القصر. الله اكبر يا بعد ما شفنا الأغنية بنرجع معاك أبو محمد للطواريق الطوال. نبي طال عمرك تختار لنا مجموعة من الطواريق حتى قصيدة قصيدة طبعا. خل قلطة نخليها بعدين نرجع لها. فيه كل ما راه تدوبك على المشي
الشتاق والحب بلوى من بلا وزماني قال دونك علي حيار وقفا ولا أدري وش باقي كلامه عقب ما راح صدري ضاق وبديت ما خفيت ولا أمر فاني. هذا نوع من الأنواع أعتقد أنه مروبع أو مسودس. هي مروبع على أربع قوافي. نعم. البيت الأول شو يقول؟ كل ما رهيت بالمظهر. كل ما رهيت في المظهر. وروحت ريح العافية والسلامة. السلامة. مرني مثل فالعشاق. العشاق. والجرح الأول زوده جرح ثاني. طبعًا هذه أربع قوافي. أربع قوافي. وهي يعني فيه أطول من كذي. فيه أطول. يا سلام، إحنا ما شاء الله عليك نبي ناخذ شوي شوي تدريجيًا. بس عطر والله تتعب، ما ادري انا اقدرها ولا ما اقدرها يا احمد. ما شاء الله شيبت يعني ابو محمد، ما شيبت انت توك ما شاء الله. والله طويل. ايه لا مو هو شيء بترك نحاول نحاول طال عمرك ان نجيبها يعني شلون شيلتها. مربوع اول شيء ولا معوشة ولا ايه؟ مربوع، كله مربوع. البارحة يوم اللي كل انت هنا في منام متانات عيوني في المنام. الله الله سراني ليلي والخلايق رقود الله كافي راحة والناس والشمل فتارق. ما شاء الله. لو صحت فالمرجى بما ظني يلحقني ملامة يا عاشق ملام. أقوم وقعد وتقلب وجرح القلب خافي طال الصبر والقلب احترق. أنا خواصيح صياحي يا أهل المروة والشمع التي بين جلدي والعظام قالوا لي اصبر تالي تبيا السلامة والعوافي والسباحة ما نمل الغرق. الله الله. طبعا هذه مي شغلة يعني نقول انها بسيطة، خاصة انها قوافي ومساحة والصوت ما شاء الله على يعجز الإنسان أحيانا يجيبها. زين أبو محمد فيه أطول بعد في هالمعوشر. هالحين بندخل في المعوشر بس والله ما أظن أقدر إلا أنا نحاول أن نجيب المعوشر. لأن عزيز المشاهد الشاعر أحمد الناصر عرف بالحان المتميزة والألحان اللي هو بدأ فيها وغنى فيها وسواها للشعر، الشعر المحاورة أو شعر الغزل. فانت يعني انا احاول ابين للناس اللي يمكن تقريبا الجيل الجديد اللي يمكن ما سمع عن احمد الناصر ان هالمساحه الصوت والشعر مو بالقدره انها ان الواحد يجيبها. لا ان بعض الناس يعتقد لما يسمع ابو محمد يعتقد ان القوافي بسيطه انه يجيبها، لكن ما يدري ان تركيبتها صعبه جدا. والله على ناس ما حد يقتل ولا هو كل الناس تسهر.
بعضهم يقصد نبي ناخذ اللحن البسيط وبعدين نطلع نرجع للمعوشر اللي هو أيوة أطول من اللحن. أعالج لوعة المغرم. والله ما ضبطها يا حمود. هذه غناها خالد عبد الرحمن الفنان خالد عبد الرحمن والله. غناها في بس والله ما ضبطها. أعالج لوعة المغرم وتكبر لفيت المشتك حسن رضا يا سود أخطاي أقدم رجلي وفهقها وهو جسم طول الشمس إلي ما غيبت الأشفاك ولا أدري في ظلام الليل رجلي وش يوافقها أبصبر وأتصبر ما نظن الصبر ما ينذاك لقيت الصبر مر ولو ينوش الكبد يحرقها لقيت الصبر مر ولو ينوش الكبد يحرقها. نرجع مرة ثانية للغزل أبو محمد والشيلات اللي قبل شوي شفناها. نعم. في طلع عمرك لك شيلة مربوع مروبعة اللي يقول ووجودي على مظنون عيني وجد من طاح ورهاب عدوه. إيه نعم. طاح من بين؟ طاح من عقب ما طاحت ذلولة. ذلولة. وافقوها 40 40 وباردية. يا ليت بعد أيضا نسمعها شيلتها اللي تغنيها أحمد. شيلتها. إي نعم. أبشر. تفضل. يا وجودي على مظنون عيني وجد من طاح ورهاب عدوه طاح من عقب ما طاحت ذلوله وفقوها أربعين بواردية كل واحد رماه بطلقتين شاف ما له بهم حيله وقوة لا رفاقه ولا عذر يقوله سلم أمره لخلق البرية من عيونه طعني حربتين صوب الناس فلا القلب علو وين أنا والحياة الله يهوله وانيا المعافى وانيا هذا لو يا ليت تجيب لنا من ايات اللي تابع سامر عنيزة أقول لك خلينا نشوف سامر عنيزة اللي شيلات سامر عنيزة المختصين فيها ونسمع المشاهدين حتى يستفيدون يعني من هالشيلات هذه. أنا عيني مطاولها سهرها من الهجران جاني ما كفاني متى عيني تملى نظرها من اللي تهتوي والعمر فاني هذا سامري حوطي بس أبو محمد الأغنية هذه اللي سمعتها أعتقد سلامة غناها سهارة أنا عيني
زين، من الأغاني اللي غنوها تذكر من هو المطربين اللي غنوا لك؟ والله ما أذكر هذا الأثنين اللي من الكويت هذول، والله ما أعرف. نعم. وغنوها وأبداً، ومسامح مسامح من اللي قش يأخذه بس. الله تسمح له أم محمد إنهم يغنون. أبداً. يعني هم لما غنوها ما أخذوا رأيك؟ لا ما أخذوا رأي ولا. زين أبى أقول لك شغلة، في خطأ وقعنا فيه حناني. أبو محمد الخطأ شنو؟ إن في أغنية غنوها لك هني وقالوا إنها من شو اسمه من التراث، وأنا اكتشفت إنها القصيدة لك اللي يقول البارحة يوم كل النام غناها الفنان محمد مبارك. ويمكن ما يدري منها لا ولا يبي عن قولته ليش تأخذها مستعجل. شنو اللي وراها البارحة يوم كل النام؟ ما لجلج النوم بعيوني. نعم. جيت ولقيت الحرس قدام وارجع منها باب مغبوني. الله هل. واصق بكفي واعضب هام بهامي من عشرون. هذه اظنها من اول قصائد اللي انا قلت يوم انا طفل. من اول القصائد الغزليه. والله اني بدل وانا هذا انها من اول هذه. يوم كتبت هذه. ايوه. طيب طال عمرك شوفوا احنا واخوان المشاهدين نشوف هالاغنيه هذه بصوت محمد مبارك. نرجع مرة ثانية معاك أبو محمد ونرجع للغزل. ترى إحنا ما نسينا قبل شوي يوم تقول الشيلة المعوشرة هذه ودنا نسمعها. خديك تخليها تالي يا ليت نسمعها.
مو تالي هي نفس اللقاء يعني. والله ما ادري انا اقدر اجيب شيلتها لك ولا ما اقدرها. نحاول. طويله. اطول من اللي قبل شوي. اوه هي اطول. بدأ. نشوف. الله يعين. لو من ناديت يوحي أو ما ينادي ما ضاق صدري في حياتي واللوم ما حارب عيوني والحب جرح ما شكيته. الله 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 الله. من الفراق مصيبة بحس أديت واحد بيحبس أده من عصر بوزيد الهلالي والناس ما فيهم حامية. والله هذا اللي اقدر الله 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 الله. لا عاد هذه صراحه اطول انا اعتقدت انها اكثر ما شاء الله. بس لحنها حلو جدا يا ابو هذه لحنها ما شاء الله الجميل. فيها اطول منها ابو محمد؟ لا حول لا بد الله. محمد محمد انت دائما في اللقاءات اللي يسوونها معاك انا شفت القصيده لما تقراها تحس البيت طويل. الناس يحاولون كثير من الملحنين حاولوا يجيبونها لكن الحمد لله ان سجلناها الحين بصوتك حتى يعرفون ايقاعها الموسيقي ويعرفون النغمة اللي تشيلها فيه. غير هالشيلات هذه. غير هذا ولا؟ إيه نرجع نرجع الآن للسامري. السامري؟ أي للسامري. السامري قبل شوي قلنا الحوطي. إيه. وشلت لنا شيلة من الحوطي. من السامري. من السامري. شنو السامريات أيضا اللي تعرفها؟ بعد سامري. أي سامرية شيلات السامرية. أنا أعتقد أن السامري أنه أخف من هالشيلة اللي قبل شوي شلتها. لا أبداً هذا هو أصعب. فيه أصعب من فيه أصعب بعد من هذا؟ أي شيء والله. أي هذه هذا اللي نحب. لا عندهم صعب احنا مرة. نحب نشوفه والله نسمع يعني منك. بس عندهم معي ما يعرفه والله إلا هم. لكن أنا القصائد اللي عليها أنا تقارب له بعد ولا ما يمكن ما هو بهو. نعم نسمع لكن هم نسجله. صعبون عليهم مرة يصعبونه. مثل شنو يعني؟ ألا يا عيني اللي دموعت يا شقية. طولونها هذا يشيلونها أطول. إيه طولونها. في قبل البارح احنا نسولف انا وياك تقول في سامرية عندنا يغنونها صك والباب دونك يا غريب ما حصل لك تشوف اللي وراه. انت علقت عليها ما ادري. لا ما علقت عليها لان اقول لها يشيلونها غير صك والباب من دون الحبيب ما تهين يشوف اللي وراه. احنا ايه عندنا ما تهين تشوف اللي يشوف اللي وراه السامري. ايه هذا ايه اللي يجذبك السامري. اي والله اكثر شيء غزل. الغزل في السامري تحب تشيله على شيلات السامري ولا تشيله بشيلاتك انت اللي تحبها؟ لا انا ما لي بلعب سامري. لا لا بسامري شلت السامري ولا نعم لا صرت مع أهل السامري شلت معهم سامري ولا صرت الحالي. لا خلنا نوقف شوي عن السامري والغزل. طيب تقول لي أنت من سنوات طويلة كنت مار في مكة أو ما أدري وين في الحجاز. أيوة. فسمعت لك واحدة وهي قاعدة تخيط تخيط على الماكينة. أيوة تخيط على الماكينة. أيوة. سمعتها تغني لحن. أيوة. يا ليت أبو محمد هاللحن هذا اللي سمعته من البنت هذه. لا وحافظنا البيت اللي هي تغني بعد ما شاء الله وحافظ البيت. أيوة اللي والله إن البيت إني حافظه. وش تقول؟ نقول لك قبل كم سنة هذا ولا ما يحتاج؟ أول قبل موت الملك عبد العزيز بثلاث سنين. ثلاث سنين يعني سنة 50 تقريبا. حاول 47 سنة. لا تسافر السنين. نعم تفضل. لا 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 الرضا الرضا اللي نبتها شبرم وتفاح. تكسر بقى تكسر شوي. ايه
يا مخلصنا اللي شاب فك وفلانا من فلاني حافظن بيت الله الله البيت هذا حافظ على اللحن هذا اكتب طال عمرك في شلوه قلطة أيه؟ انت الحين اسمع انك تقول لحن قديم أيه؟ طبعا الناس تعرف تتوارث الالحان من ضمن الشيلات اللي شالوها اقولها لك المستور العصيمي هو خلف العتيبي يوم يقول لها لا والله لا راح لعنا ويخلى معيتي ميتي بس هي كان سويت بها سنة شاية شوف شون طولت الشيلة أيوة. هي قصرتها تقول الروضة هاللي نبتها شبرم وتفاح شبرم وتفاح الشبرم هو أعتقد التين أيوة. لا لا مو التين الشوكي لا السلة هذا شبرم صح حد يقول السلة وحد يقول شبرم شوك الشوك صارين إيه الشوكي نعم لأنه شوف تفاح وشبرم وشوك ما يتفق ما يتفقون يوم خلصنا النشب فكوه لا لا من فلان شوف تصور المشكلة اللي عاشتها أيوة وغنتها وهي ساهية ويوم تبي على اللحن هذا غني لك يا ليت نسمع أبو محمد اللي أطول من هذا ها اللي على اللي على نفس اللحن أي نعم تفضل محاورة طبعا لا ولا غزل قصيدة قصيدة تفضل وعيني اللي لها دور السنة ما تتني في المنام كشف عليها الطبيب وحيرت فكري وفكر الطبيب يقول عينك مرضها كن له 25 عام والله فلا أدري تطيب من الدواء ولا بعد ما تطيب يعني الحين نقدر نقول محمد ان هذا بامكان نغني قلطه ونغنيه غزل ما في يعني نقدر نقول ان الحان المحاوره انها بامكانها تشيل غزل وسامري تقدر تشيلها اي كل تقدر تشيل الحان متشابهه زين ابو محمد نرجع للطواريق المعوسره هذه اللي هي العسره الغزل غير الطواريق اللي قبل شوي قلت لي شنو هو في عندك معوشر لا والله ما عندك اكثر شيء تكتب على المروبع أيه. وكتبت على القوافي الأولى اللي شلتها معوشرة الله زين نرجع للقلطة أيام نرجع للقلطة ونتذكر شنو المواقف الطريفة اللي صارت لك في القلطة يا أبو محمد اللي تتذكرها وتضحك وتذكرها وتقولها لربعك وتذكرها أتذكر المواقف اللي طريفة أنا شيء مواقف إحراج والله ما عمره مر علي من فضل الله الحمد لله أبلي والله ما خبره إلا روح راضي من القلطة ومرضيين علي الحمد لله أبدا لا وهذه ميزة الشاعر بصراحة لكن اللي عجبه وضحكوا علي فيها هذولا أهل عنيزة يظهرون أكلنا في الرياض ويظهرون بالمعزيلة أي نعم ومعهم واحد قالها الفجراني توفى الله يرحمه الله يرحمه عيار لا يعرف الضحك ما يضحك أبد وناوين من العصر قال أنا بضحك له وجايب له قال تقول كفر سيارة هذا كبرى على رأسه ومع السبحة كبرى الفناجيل سبحة يسبح كبار ايه وظاهرين قبلنا من العصر هم حاليا ظهروا أهل السوق ظهرنا مروا علي وطلعنا معهم عقبان وعقبان جينا ولو أن الرجال محطوط له فراش ومرتكن عليه الربع قاموا كله مسلموا ولا هالرجال لا قام ولا تحرك ولا سلم ولا تركتها أنا خليت قالوا يا جماعة ودنا أن بطاروق قبل قبل العشاء وقبل القهوة اي نستانس قلت انا ما يخالف العادة كلها قال وش تقول يا الفجراني قال والله انسان وشاعر ينسى والقومة قمت وانسان رجال دوروا له واحدة ثانية منكم ولا لاعبوا انا بين الزعل وبين الرضا ما هو بقايلها رجال عاقل كلمة لي نعم ولا هديت عاد انه بيضحك على الحكي قلت يمكننا غشيم ولا أظلهم من العصر يدرونه لبيتين يحفظونه ولا ويبدو ينساه مو شاعر هو مو شاعر ولا يعرف يقضب شيء حتى الشاعر ما يعرف يقضب
قلت لك يا فصل يلا قوموا جرني يا باسم انا بقوم اقابل قال اصبر اصبر البيت عندي وهو يقوم حتى ما يتوهق يطق الطق هالسبحه كان يا السبحه مثل الفرنجيه كل طق تصير طبعا اي والله وراسه هذا كبره من هنا سلم جايب يسلم ويضيع البيت ما ادري وش يا ما ايش بالك اسالك بالله انا ما هبلتك قلت وش هذه هي قال هذه ما لها غير اسمي بس على اساس تخويف يعني لا والله الا هبلت لوكو هالجلسه وهالسبحه وهالعقال ولا اكو شيء ولا هنسوي شيء قال ابدا معقان يعلموني والله من العصر يضيع ما ادري ولا حفظت منه شيء ابدا ولا حفظت نبي نتذكر من الابيات هذه اللي ضحكنا بها والله زين الابيات اللي يعني ضحكت منها في المحاوره قلطه يعني ما في ضحكه ما في ضحكات لك محاورات مع الجبرتي يا ابو محمد الله يرحمه اي لا محاورات مع الجبرتي بس ما ضبط منها الا والله بيتين لي انا وبيتين وله بيتين لا هو يظن للثلاثه او انا او كل واحد ثلاثة. مثل شنو طال عمرك؟ شو يقول؟ مثل جو اثنين يبي يلعب احنا عند الملك خالد اي نعم يعني هذه المحاورة في حضور الملك خالد رحمة الله عليه الله والملك فهد كان الملك فهد نعم وجاء واحد اثنين قال واحد من الله بعنا كلهم ما أدري كيف اي نعم وجيت للملك وقلت له الملك هذول شعار يبي يلعبون الحواتم غانم وهو جيد اي نعم قال خلوهم يلعبون منهم قلت فلان من الفلان وفلان من الفلان بساميهم بساميهم قال خلهم يلعبون هم قاموا حنا لعبت انا اول انا والجبرتي ثم انا والشيباني قال الملك امزحوا اللي هو الشيباني محمد ناصر الشيباني ناصر الشيباني قال الملك امزحوا عجبهم الضحكات يضحكون يستانسون هذول يعني ضحك نزيه ما هو ما في زفه ولا مزحت انا والشيباني شوي وضحكوا هذول يحسبون ان المزح بيجيبون ازود منه يزيدون منه ثاني يقول لهم بيتين واحد نعم والثاني ما قال شيء الاجود بس واحد جبك البيت ولا والله ثاني قال الملك تعال هذا شعار قلت قلت والله انا خبرهم عقال هو ابن ادم بشر والله ما ادري عنهم خبري بهم قال بس يلا بس انا وانت الجبرتي ولا قام الجبرتي قال هلا لها المعنى كما السيار يعدم له فريق والنار شبت في الحطب قل يا مسلم يا سلام سمعت لي هدرة جمل ووحيت في الدنيا نهيق والكيل بالمكيال يا رجال والزايد حرام الله الله أنا حبيت أصرف المعنى عن هذول يكفي نعم. ما حصل قلت أماني بحمل صاحبي فالملعب ما لا يطيق أسيره وامشي معه في نور ولا في ظلام ذا الليل تنقز يا الجبرتي كنك الغصن الوريد أخف من ريش الوحش ودق من عود الثمام قال انت مربع في جبل ورقاني ووحيلك نضيق ماني بشوقك وانت يا احمد شوقي مرخيت اللثام هذا اللي ضبطنا الله الله يرحم احنا الحين طال عمرك نقول لك مشكور لا ما قصرت نقول للمشاهدين نقول نشكر يعني شاعرنا الكبير المعروف الشاعر أحمد الناصر الشايع ونقول لك ما قصرت أبو محمد وأنت تاريخ يعني ومدرسة ومعروف بشعرك وقصايدك وألحانك شكرا والله مشكورين
على كل هو هذا شرف لنا ومنونين والله. ونرجع طال عمرك الحين لتلفزيون الكويت ونروح منتج الحلقة حتى الأخوة يشوفونها المشاهدين. والله لنا الشرف. بكلمة أخيرة تحب تقولها؟ الله وابدا أقول كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. شكرا جزيلا ومع السلامة، إلى اللقاء. الله أكبر يا حمد. أحب شيء إلى قلبك يعني قريب منك، القصيد ولا القلطة؟ وهذا المعول الهدام للشعر، لأنه ما يدخل بالشعر ولا لا لقافية يرتبط. الجينيات شلون بديت فيها؟ لا 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 لا، هذه صفقة جديدة، وأحيانا صفقة هالحين مثلا بالحجاز لهم صفقة. في ناس يسمون القلطة أنها المسرح الارتجالي، توافق على التسمية هذه؟ لأني مشتاق، ما أهابها أتمنى، لأني بتألم باخذ نعم. أبقتبس منهم. يسمونك المشاكس أنت على. لو يطقوني بعصا راضي. ما شاء الله شيبت يعني أيه. محمد ما شيبت أنت توك ما شاء الله. والله طويل إيه لا ما هو شيبت. صراحة أنا جيتك محمل بكثير من الأسئلة، يعني قبل لا نسوي اللقاء كل واحد يجيني يقول تكفى أسأل السؤال هذا وتكفى، وكل واحد يبي له قصيدة ويبي سامرية.